ما ستشاهدونه اليوم هو ملخص لأهم ما بث سنة 2018 في برنامجي فضاءات وتحريات. سنتعرف على الفريق الصحفي والذي سهر على إيصال الصورة إليكم. قصص وحكايات ومواقف سيرويها لنا ولكم الصحفيون. أنا حبيت نقول باللي هوامش كانت الفقرة الأكثر تهربا من قبل الزملاء. خرج ما لقاش الضيف. المشكل على بالي بلي عيا ورف التليفيه ورف الكاميرا. كان إحساس بالخوف. أنا كنت نستنى حتكون هناك تعليقات سلبية، خايفة بعد ماما ما تشوف الروبورتاج والتعليق تاعها مش حيكون.